السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم. وإياك وفيك. سؤالي الأول شيخنا، أنا سمعت بعض الشيوخ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى جدا، أي لا يحافظ عليها. لا، لم يثبت هذا لم يتركها بهذا اللفظ. لا، هذا اللفظ لم يرد يعني سواء. كان النبي يصلي غبا، لم يثبت بهذا اللفظ، يمكن هو تصرف، لكن عموما الرسول عليه السلام ما كان يحافظ على صلاة الضحى، لكن حث عليها، حث عليها. ومن ذلك قوله لأبي هريرة في حديث، ونفس القول لأبي الدرداء في حديث: أوصاني خليلي بثلاث وبركعتي الضحى. وقال الرسول عليه السلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، إلى قوله: ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. لكن ورد حديث جدير أن ينوه عليه، هما حديثان في صحيح مسلم، هذا بعد ذاك، حديث عائشة: النبي ما ترك 4 من الضحى في بيتي قط، وحديث: ما صلى النبي الضحى في بيتي قط. حديث الإثبات ضعيف، معلول معلول، لكن النبي التمس العلماء لذلك وجها، أنه كان يجتزئ بصلاة الليل عن صلاة الضحى، والله أعلم.